معانا هنا دكتور 171 شركة بتقدم أحدث تكنولوجيا في الزراعة المصرية وبتقدم للمزارعين أحدث المركبات، صح ولا لا؟ صح. طيب محتاجين نوعي المزارع، وده دور رئيسي في الإرشاد الزراعي. هنعمل إيه؟ وهنطور مراكزنا إزاي الإرشادية؟ في الفترة الأخيرة مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة كان هناك توجه وتوجيهات من معالي الوزير علاء فاروق بضرورة تكثيف الأنشطة الإرشادية، لدرجة أن حضرتك لو كنت متابع كل لقاءات معالي الوزير كان دايما يقول الإرشاد الزراعي ثم الإرشاد الزراعي ثم الإرشاد الزراعي كأحد أولوياته من ضمن أولويات كتير على أجندة العمل اللي بيطبقها سيادته. فإحنا في هذا الإطار بقى في عندنا رؤية جديدة طبقناها، وهي تشغيل وتفعيل المراكز الإرشادية. بدأنا بالمراكز الإرشادية اللي في المجمعات الخدمية لحياة كريمة، عندنا 332 مجمع خدمي لخدمات المزارعين وتقديم كل الخدمات المزارعين تابعين لوزارة الزراعة. تم إنشائهم من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة. هذه المجمعات بتضم جمعيات تعاونية زراعية، بتضم مراكز إرشاد زراعي، بتضم وحدات بيطرية، بتضم أيضا مراكز تجميع ألبان. لو كلمنا عن المراكز الإرشادية فابتدينا نفعل المراكز الإرشادية من خلال الجهاز الإرشادي التابع للوزارة، ومن خلال التعاون التام مع مركز البحوث الزراعية والمعاهد البحثية التابعة للمركز ومحطات البحوث المنتشرة في المحافظات. فبدأنا نشغل المراكز الإرشادية الجديدة في أننا بنعمل ندوات إرشادية في كل المجالات، محاصيل حقلية، محاصيل بستانية، إنتاج حيواني، كل ما يحتاجه المزارع بيتم من خلال ندوات إرشادية بتتم. يعني في فرع هناك وبندعمها من القاهرة من الوزارة. احنا بندعمها من الوزارة وفعلنا الباحثين اللي موجودين في المحطات البحثية. احنا عندنا 52 محطة بحوث منتشرين على مستوى الجمهورية. من خلال هذه المحطات في فروع لكل المعاهد البحثية والمعامل المركزية التابعة. مفيش بحث يقعد على مكتب لمركز البحوث الزراعية. الباحث مكانه مع المزارع. هو في الحقيقة ده كان توجيه من معالي الوزير ان الباحثين مكانهم بين المزارعين. والمزارعين لازم يجدوا ويشعروا بان في اهتمام بيهم وان مشاكلهم في ناس بتجيلهم لحد عندهم تتعرف عليها وتقدم لهم الحلول الفعليه والعمليه اللي تخلصهم من اي مشكله بتواجههم، سواء كانت افات، سواء كانت مشاكل في نقص الانتاجيه، سواء كانت امراض نبات، سواء مشاكل تتعلق بالري، مشاكل تتعلق بالسماد. فاحنا بنعرف المزارع ايه يا استاذ محمد، بنقول له المواعيد المناسبه للزراعه، وبنقول له ازاي يجهز الارض، وبنقول له ازاي يطبق الخريطة الصنفية، أيضا بنقول له إيه المقننات السمادية للمزارع، بنعرفه إيه كميات السماد المطلوب يضيفها، بنقول له المقننات المائية، بنعرفه إيه إزاي يقاوم الحشائش اللي بتظهر سواء مقاومة ميكانيكية أو من خلال مبيدات الحشائش. أيضا يديله لستة بالمركبات المعتمدة، مفيش منتج، مفيش منتج موجود في المنافس التابعة لوزارة الزراعة في الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية إلا لازم يكون مسجل.